بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قوله احتمل أي في رميه للأبرياء تحمل حملا آخر على حمله الأول، وهو كسبه للإثم والخطيئة بنفسه، واكتسب إثما آخر وهو إلصاقه بالأبرياء. فهذا جمع بين فعل المعصية وبين اتهام الأبرياء وإلصاق الجريمة بهم، وإثم البهتان وهو أشد الكذب. قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي واضحا، إثما واضحا بينا، وقد يشتهر به في الدنيا والآخرة عقوبة له على هذه الجرأة التي أقدم عليها. وهذا أيضا يفسد المجتمع، فلو أن هذا العمل سرى في المجتمع وصار المجرمون يلصقون جرائمهم بالأبرياء ويؤخذ الأبرياء بذلك وتوقع العقوبة في غير مستحقها وتدفع عن مستحقها، لكان في هذا فساد المجتمع وزوال العدالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمر بها عباده. كان الواجب على هذا الذي اكتسب الخطيئة أو الإثم، بدل أن يرمي بها الأبرياء ليتخلص منها، هناك ما هو أسهل من ذلك، وهو أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة ويخلصه الله منها. ولكنه لما احتال هذا الاحتيال فإنه حرم نفسه من المغفرة واكتسب في مقابلها الإثم. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا هو الحل، أن الإنسان إذا وقع في جريمة سواء كانت لازمة له أو متعدية على غيره، يعني فيها ضرر عليه هو خاصة أو فيها ضرر على الناس، فإن الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله، بدل أنه يرمي بها الأبرياء في المجتمع. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فما عليك إلا أن تستغفر ربك وستجد الله جل وعلا كثير المغفرة وكثير الرحمة، فيزيل ما يترتب على هذه الجريمة ويمحوه عنك.
وتصبح من عباد الله الصالحين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا في حقوق الله جل وعلا. وأما إذا كان الحق يتعلق بمخلوق، أو هذه الجريمة عليها حد من حدود الله، فإن التوبة لا تسقط ذلك فيما بينه وبين الناس، وإنما تسقط عنه ما بينه وبين الله. فلا بد من إعطاء الناس حقوقهم مع التوبة والاستغفار، ولا بد من إقامة الحدود. اللهم إلا إذا تاب صاحب الجريمة التي عليها حد، تاب قبل أن تبلغ السلطان، فإنه يستر عليه وتكفي التوبة منه. أما إذا لم يتوب إلا بعد بلوغه السلطان، حينئذ التوبة لا تسقط الحد، بل لا بد من تطبيق الحد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب قبل أن يقدر عليه من قبل السلطة فيما بينه وبين الله، ولم يعلم عنه ولم يبلغ السلطان، فإن توبته تنفعه بإذن الله ويستر نفسه. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. من تاب من الذنب، إذا كان الذنب ليس عليه حد، أو كان الذنب ليس حقا لمخلوق، فإنه يكفي فيه التوبة. أما إذا كان عليه حد وبلغ السلطان، فإنه لا يسقط عنه الحد. أو كان الحق لمخلوق، فلا بد أن يسمح صاحب الحق أو أن يدفع إليه حقه، وبذلك تبرأ ذمته. وعلى كل حال، الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه يمكنه أن يخلص نفسه، لكن سيأتي يوم لا يستطيع أن يخلص نفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته للمظلومين، وإن فنيت حسناته أو لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه وطرح في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.